هذا هو عبد داغر الذي لم يتعلم كتابة أو قراءة النوتة الموسيقية، ولكنه أصبح واحد من أساطير الكمان حول العالم. صحيح أنه يعزف موسيقى شرقية ولكن بتقنية غربية غاية في الروعة يعترف بها العارفين بالموسيقى. عبد داغر وفرقته معنا اليوم. قلما يجود الزمان بمثله فهو عازف بالفطرة تتجسد فيه أرواح عمالقة الموسيقى في العالم، هكذا وصف النقاد أمير الكمان العازف المصري العالمي عبد داغر. ولد عبد داغر عام 1936 لأسرة موسيقية، حيث كان جده موسيقيا ووالده صاحب معهد لتعليم الموسيقى وورشة لصناعة الآلات الموسيقية الشرقية بمدينة طنطا، والتي كانت حينذاك عاصمة فنية لمنطقة الدلتا. تعلم داغر الموسيقى على يد والده، لكنه رفض أن يسير ابنه على خطاه ويتعلم الموسيقى، ليقرر داغر الهروب من المنزل والاستقلال بحياته وهو في 13 من عمره. ترك داغر المدرسة وعمل بالفرق الموسيقية في الموالد بطنطا ليحتك بالكثير من الموسيقيين والمطربين والمنشدين ويستمد موروثه الموسيقي منهم. انتقل داغر إلى القاهرة عام 1955 وعمل كعازف في أشهر الفرق الموسيقية في مصر حينذاك، مما أعطاه الفرصة للقاء كبار الفنانين والعمل معهم كأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم نويرة، والذي شاركه في تأسيس فرقة الموسيقى العربية. السهل الممتنع قد يكون أنسب وصف لأسلوب العازف العالمي عبد داغر، فهو يتمكن من الجمل الموسيقية الصعبة مع قدرة على الانتقال من مقام إلى آخر بسهولة، ويجمع داغر بين أصالة الموسيقى الشرقية وبراعة التكنيك الغربي في العزف، وهو ما يعتبره الكثيرون منهجا موسيقيا مختلفا ومستقلا. وكانت السياسة مفتاح العالمية لموسيقى داغر، ففي سبعينيات القرن الماضي حضر العديد من الصحفيين الأجانب لتغطية اجتماعات اتفاقية كامب ديفيد في مصر، وأراد أحد الصحفيين الألمان الاستماع إلى موسيقى مصرية كلاسيكية، وبعد رحلة بحث طويلة أوصاه بعض طلبة معهد الموسيقى العربية بلقاء العازف عبد داغر، لينبهر الصحفي بموسيقى داغر وينقلها لأكاديميات الفنون بألمانيا، حيث وثقت ودرست لطلبة الموسيقى هناك. وبعد عدة سنوات يأتي طالب ألماني إلى مصر للبحث عن آلة العود التي استمع إليها في مقطوعات داغر، ليلتقي به بالمصادفة ويدعوه بعد ذلك لإقامة حفلات موسيقية بألمانيا. توالت جولات داغر الفنية في أوروبا بنجاح، ليبلغ تقديره هناك إلى حد وضع تمثال له بحديقة الخالدين بألمانيا بجوار تماثيل بيتهوفن وباخ. ويبدو أن زامر الحي لا يطرب، فالحفاوة التي لقاها عبد داغر في أوروبا ومبيعات مؤلفاته هناك لا يرتقي إليها تقديره على المستوى المحلي والرسمي في مصر، وهو ما أصابه بالإحباط ودفعه لرفض تكريم مهرجان الموسيقى العربي له مؤخرا. داغر والذي وهب حياته للموسيقى لا يقتصر دوره على العزف والتأليف، وإنما يجتمع حوله بشكل شبه يومي مريدون وطلاب يستمعون لموسيقى. عم عبده مش مجرد هو عازف كمانجا أو مجرد مؤلف موسيقي، أو إحنا عم عبده بنعتبره يعني راجل من اللي ربنا اداهم سر الموسيقى. نوع مزيكا مختلف تماما عن أي حتة نشتغل فيها في مصر، سواء في الاستوديوهات سواء في الحفلات اللايف سواء في أي حاجة، دي مزيكا مختلفة تماما. قد لا يعرف المصريون الكثير عن عازف الكمان العالمي عبد داغر، إلا أن هذا لا ينفي تتويج البعض له أميرا للكمان.
عم عبدو اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. مش لازم الواحد يعرف معلومات كتيره جدا، كفايه قوي انه يشوفك وانت بتعزف على الكمانجة عشان يعرف قد ايه انت بتحب الاله اللي انت محتضنها دلوقتي. كمانجة يا عم عبدو، اله الكمان اصلها معبره. وانا قبل الكمان مسكت عود برضو، خدت فتره كبيره عليه، بس لقيت ان اله الكمان بتعبر اكتر، وبعدين بقدر الف بيها. معبره ازاي؟ اديني مثال كده. امسك القوس بعد اذنك. ايوه. اديني مشاعر على الكمانجه، يعني قولي ده شعور. حزن وشجل وفراق وكل حاجة. طب وفرحة؟ احنا دايما حزنانين على نفسنا. فكرنيش والنبي يا عم عبد، عايزين نغير جو دلوقتي. طيب الفرحة والبهجة على الكمانجة؟ الفرحة بقى بتيجي في وسط بقى في وسط المزيكا، يعني كده. لا سمعني حاجة كده فرحان. حضرتك عزفت مع فرق كبيرة، صحيح عزفت ورا الست ام كلثوم؟ لا ان شاء الله. عزفت في اغاني ايه بقى، في حفلات ايه؟ انا كنت عملت معاها زمان الهوى غلاب. الله. وبعد كده طبعا قعدت فترة كبيرة. وبعدين رجعت تاني لما عملت الموسيقى العربية، لما فكرت في فرقة الموسيقى العربية. عملت فرقة الموسيقى العربية، وكان السبب في إنشائها الراجل العظيم ثروت عكاشة. وزير الثقافة. لأنه قال له عندك واحد في البالون، كنت بشتغل في البالون. قال له قال كذا 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 كذا. قلت له يعني في مثلا ثلاثة أربعة موجودين معاهم التراث وبعض التراث. وإذا دول راحوا يبقى خلاص مصر التراث بتاعها القديم كله راح. ففعلا الراجل راح مكلم شفيق أبو عوف، قال له نفذ دي فورا. قال له هو البلون. كان يعرفك؟ إيه؟ كان يعرفك ولا لا؟ ما يعرفنيش. هو سمع في الراديو وانا بقول. كان مع سليمان جميل اخو المدام فايدة كامل. كان بياخدنا عمل برامج في الراديو يعني. فقال له طب البالون؟ قال له لا سيب البالون لحد تاني، انما نفذ لي دي فورا. هو شبيه عقل ادارجي يعني. راجل عسكري وادارجي. ففعلا نفذناها. كان عندنا المأسترو الموجود عندنا اسمه عبد الحليم علي في البالون. فقلت له لا انا مش عايز استاذ عبد الحليم علي، انا عايز استاذ نويره. عبد الحليم نويره. قال لي مش تبع. قلت له احنا ده اللي اقرب واحد لنا اللي ممكن يمشي معانا. ففعلا كلم عبد الحليم، قال له هو كلامه صح. قالوا الولد ده كلامه صح مظبوط. كان عندك كام سنه كده؟ يعني كان في الاربعينات كده، 45 حاجه زي كده يعني. انا ما افتكرش حاجه ابدا من الحاجات دي. لو افتكر سن ولا افتكر انت بتعزف حلو وخلاص. طيب انا هرجع بيك لسيره ام كلثوم، سيره الست. ممكن تعزف لنا ايه بطريقتك الخاصه باستهلاله كده، يعني لسه فاكر ولا زي ما انت عايز؟ نقول اول حاجه قلتها معاها مثلا هو صحيح.